السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع بسيط وسهل جدا ان شاء الله، هو المالتيبل بريجننسي او التوينز بمعنى اصح. الموضوع ده يا شباب سهل وبسيط ان شاء الله، ولكن فيه شوية تريكات، زي مثلا كومبليكيشنز، زي لما يجيب لك صورة تعرف على طول كده من لمحة واحدة تقول لي ده هنقول بعد شوية يعني مين الدايكوريونيك وداي امنيوتيك، ومين الدايكوريونيك مونو امنيوتيك، ومين اللي مونو مونو. الكلام ده هو اللي يفرق في التوينز، او هو دي النقط اللي بيلعبوا عليها في التوينز. بالاضافة الاهم حاجة عندي هي الكومبليكيشنز دي اللي موجودة في المالتيبل بريجننسي. طيب يعني ايه كلمة مونو زيجوتيك توين؟ كلمة مونو زيجوتيك، ويعني ايه كلمة داي زيجوتيك توين؟ الرسمة اللي فوق دي تشرح كل واحد فيهم وجميلة قوي. ان المونو زيجوتيك توينز، والله ده هي اوفم وسبيرم وحيدين، اوفم واحدة حصل لها فيرتلايزيشن بسبيرم واحد، وبعد كده في الستيجز اوف ديفرانشيشن حصل ديفيجن، ولكن في الديفيجن ده انفصلوا عن بعض فكل واحد كون جنين، وعشان كده بنسمي دول ايدنتيكال توينز او مونوزيكوتيك توينز، او الاسم الثالث يوني اوفيولر توين. يوني اوفيولر. طيب كلمة مونوزيجوتيك يعني والله ده عبارة عن، الزيجوت هو عبارة عن combination of both، يعني سبيرمو اوفم سبيرمو اوفم، فده بيكون لي الزيجوت. هو كان زيجوت واحد وحصل له division، يبقى ده مونوزيجوتيك. تيجي بعد كده اوفم واحدة فنروح مسمينه يوني اوفيولر، اوفم واحدة حصل لها fertilization by one sperm. تعالوا للمصطلح التاني اللي هو الدايزيجوتيك او الباين اوفيولر، يعني في تو اوفا. ده عبارة عن ايه؟ ادي اوفا وادي اوفا، وكل اوفا منهم حصل لها fertilization بسبيرم. طب هل دول هيطلعوا ايدنتيكال؟ لا، دول مش ايدنتيكال، ولكن طبعا بيبقى في شيرنج كاركترز، زي ما انت ما في بينك وما بين اخوك او اختك شيرنج كاركترز، طبيعي خالص. يبقى دول مش ايدنتيكال. كلمه باين اوفيلر يعني في تو اوفا حصل لهم fertilization by two different sperms، فكل واحد من دول هيبقوا كيان منفصل بذاته، هيبقوا كيان منفصل بذاته. ولكن اليوني اوفيولر زي ما هنشوف في درجات مختلفة من الديفيجن هتديني اشكال مختلفة من التوينز، هنقولها دلوقتي. تعالوا بقى نتكلم عن اول جزء مهم في التوينز، الا وهو انك تعرف من الصورة تقول لي نوع التوين ده ايه. هل هو مونو مونو ولا داي داي ولا داي مونو؟ زي ما هنشوف ايه الكلام الغريب اللي انا بقوله ده. طيب احنا قلنا ان الكلام ده او الديفرنشيشن ده بيحصل في المونوزيجوتيك او اليوني اوفيلر توينز. طب بناء على ايه؟ بناء على الديفيجن حصل امتى في الزيجوت. ادي الاوفم وادي السبرم اللي عملها فيرتلايزيشن، وبعد كده بدأنا في مراحل التكوين، بقى عندي مورولا وبعد كده بلاستوسيست وهكذا. طيب لو كان الديفيجن من بدري، لو كان الديفيجن ما بين الاخين من بدري، معنى كده ان الاخين كل واحد هيبقى ديبندبل على نفسه اكتر. يعني انت عايز تفهمني يا دكتور ان كل ما كان الديفيجن بدري كنا منفصلين عن بعض، يعني الديفيجن الاولاني داي كوريونيك وداي امنيوتيك بالظبط كده. يبقى الداي كوريونيك داي امنيوتيك ده ديفيجن حصل في الستيج اوف موريولا. طيب زود عن كده شوية هندخل في الستيج بتاع البلاستوسيست، وعند الديفرنشيشن ده انا هبقى مونو كوريونيك ولكن داي امنيوتيك. وبعد كده كمان زود كمان سنة هنبقى لأ في بيت واحد مونو مونو، مونو كوريونيك مونو امنيوتيك. خلي بالكم ان في نوعين من الداي كوريونيك داي امنيوتيك، نوع بفيوزد بلاسينتا ونوع بسيبريت بلاسينتا. والله ده ليه البلاسينتا بتاعته وده ليه البلاسينتا بتاعته.
النوعين الاخرانيين دول اللي هم داي كوريونيك داي امنيوتيك ممكن الاقيهم موجودين في مين يا شباب؟ الاقيهم موجودين في الداي زيجوتيك توين. طب يا دكتور انا مش فاهم الحقيقه ولسه بتلخبط. طيب ابسطها لك بطريقه سهله خالص. بص يا بابا، اللي بره ده الغطا اللي بره اسمه كوريون، والغطا اللي جوه اسمه امنيون. طيب امشي مع كل خط فيهم. في الرسمه الاولانيه دي امشي مع خط اللي بره اللي هو الكوريون، ادي الكوريون. هل انت الخط ده عمل حاجتين؟ لا، يبقى ده كده ايه؟ مونوكوريونيك. امشي بعد كده مع الخط اللي جوه اللي هو الامنيون. هل الدايره اللي جوه دي اتقسمت نصين؟ لا، يبقى ده مونو مونو. طب الديفيجن بتاع الفيتوس ده او الديفيجن بتاع الزايجوت ده حصل بدري ولا متاخر؟ لا، حصل متاخر. طيب نيجي بعد كده للرسمة التانية، تعالى ارسم برضو معايا. ادي كده الدايرة اللي بره، هل اتفصلت معاك؟ لا، يبقى ده مونوكوريونيك. تعالى للدايرة اللي جوه، الدايرة اللي جوه، انا جيت هنا ورسمت دايرتين، يبقى ده مونوكوريونيك ولكن داي امنيوتيك. وده في المونوزايجوتيك توين بيبقى بدري ولا متأخر؟ بدري شوية عن المونو كوريونيك مونو امنيوتيك. تعالى بعد كده للرسمه الثالثه، ادي اللي بره الكوريون. ده انا نزلت هنا وعملت ديفيجن، بعد كده رسمت دايره تانية، رسمت دايرتين مش دايره واحده، تبقى دي داي كوريونيك من غير ما افكر. نيجي نرسم الدايره اللي جوه، عملوا كمان دايرتين، يبقى ده داي كوريونيك داي امنيوتيك. طيب قاعدين على نفس الكرسي ولا كرسي مختلف؟ لا، نفس الكرسي، يبقى ده with fused placenta. طب هنا الدايرة اللي بره رسمتها والدايرة اللي بره هنا رسمتها، يبقى ده داي كوريونيك ولا مش داي كوريونيك؟ داي كوريونيك. طب ارسم الدايرة اللي جوه كده، ده في دايرتين جوه، داي كوريونيك داي امنيوتيك، ولكن الكرسي اللي احنا قاعدين عليه منفصل عن بعضه خالص، يبقى ده كده with separate placenta. تعالوا نشوفها في رسمة تانية عشان تبقى أوضح. إن المونوزيجوتيك توين بناء على التايم اوف ديفيجن، ممكن يكون مونو مونو، مونو كوريونيك مونو أمنيوتيك، ممكن يكون مونو كوريونيك داي أمنيوتيك، وممكن يكون داي كوريونيك داي امنيوتيك. اهو التلات انواع، ادي نوع، ادي التاني، ادي التالت. طب الداي زيجوتيك توين لازم يكون داي كوريونيك، لازم يكون داي كوريونيك. ادي الكوريون هنا منفصل وكمان الكوريون هنا منفصل، يبقى منفصلين عن بعض، ولكن احتمال يكونوا with fused placenta او with separate placenta. ده كده الجزء الاولاني، يا رب تكونوا فهمتوه كويس. تعالوا بعد كده لتاني اهم جزء في التوينز اللي هو الكومبليكيشنز اوف مالتيبل بريجننسي. طب الكومبليكيشنز في الاوبستاتريك كنا دايما بنقول انها يا اما ايه يا اما ايه، ماتيرنال وفيتال على طول. طيب الماتيرنال كومبليكيشنز تلخصها كلمه لود، ان في حمل زياده على الام. حمل زيادة من ايه؟ حمل زيادة من كوريون. بتلخص كوميونيكيشنز الماتيرنال كلمة لود. طب لود او حمل في ايه؟ اللود ان الفيتاسز او التو فيتاسز دول او الثري او الفور عاملين حمل على الكباستي بتاعت اليوترس، فبالتالي لو كانوا اكسيدنج الكباستي بتاعت اليوترس في اول الحمل متوقعين يحصل ايه؟ ابورشن. طيب حمل على ايه كمان؟ حمل على الستورز، فالستورز اللي عندها هتقل وبالتالي ممكن تدخل في مال نيوتريشن، والانيميا بتاعتها تبقى اكسجريتد عن اي ام تانية. طيب حمل في ايه كمان؟ ان الاماونت بتاعت الكوريون
بتزيد، واحنا عارفين ان الكورين هو اللي بيطلع البيتا اتش سي جي، فبالتالي زيادة الاماونت بتاعت البيتا اتش سي جي دي هتعمل حاجة عند الام اسمها ايه زي ما احنا عارفين، هايبر اميسيس جرافيدارم، هايبر اميسيس جرافيدارم. طيب وحمل في ايه كمان؟ حمل في الووتر اللي حوالين التو فيتسز هيبقوا زيادة، فيبقى بولي هيدرامينوس كمان بالكمبليكيشنز بتاعتها. واكيد طبعا مادام في بولي هيدرامينوس ومادام في تو فيتسز جوه اليوترس هيبقى في زيادة في البريشر سيمتومز كمان. طيب دي كده الماتيرنال كومبليكيشنز في خلال فترة الحمل، خلال فترة البريجنسي. طب مش احنا قلنا ان المالتيبل بريجنسي بيعمل بولي هيدرامينوس؟ افتكر لي بقى كل الكومبليكيشنز بتاعت البولي هيدرامينوس ديورنج ليبر، وهي بالظبط هتبقى الكومبليكيشنز بتاعت المالتيبل بريجنسي. كان من ضمنها ايه؟ ان الفيرست ستيج هيبقى برولونجد عشان اليوترين انرشي، عشان اليوترس بقى اوفر ديستندد. ان السكند ستيج كان ممكن يبقى فيه اوبستراكشن عشان المال بريزنتيشن، عشان فيه ميه كتير، وعشان التوينز ممكن يكونوا راكبين بطريقه غلط. الثيرد ستيج هيبقى فيه انكريزد انسيدنس اوف اتونيك بوست بارتم هيموريج عشان اليوترين انرشيا، وممكن في احتماليه حدوث البربر سيبسس هتبقى اعلى، والسب انفوليوشن كمان ممكن يبقى موجود علشان الاوفر ديستنشن اوف ذا يوترس. سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ طبعا سمعتوه، لان انا بكرر الكومبليكيشنز بتاعت البولي هيدرامينوس at the stage of labor. طيب تعالوا بقى للفيتال كومبليكيشنز، والفيتال كومبليكيشنز هنا هنركز على حاجتين، ان في كومبليكيشنز تحصل بس في المونوزايجوتيك توينز، وفي كومبليكيشنز عامه. في المونوزايجوتيك توينز بتحصل حاجه غريبه اسمها فيتال ترانسفيوجن سيندروم، او سوري توين to twin transfusion syndrome. ايه اللي بيحصل في السندروم ده؟ ان بيبقى فيه circulation للblood system، يعني الblood vessels مش separate ما بين التو twins، فبيحصل ان بيبقى فيه accessory channel او accessory circulatory system ما بين التو twins، فتوين ينقل للتاني او توين ياخد من التاني. طيب معنى كده ان السيركل دي هيبقى فيها فيتس دونر وهيبقى فيها فيتس ريسيبينت، واخوه هيبقى ريسيبينت. طب وايه المشكلة؟ طب ده نوع من الشراكة والبتاع وجمال، والله ده كل واحد بيدي التاني الدم بتاعه. لا، الدونر ممكن يحصل له طبعا انترا يوتراين جروس ريتارديشن، ممكن يموت. طب والتاني الريسيبينت؟ لا، ده ممكن التاني اللي عمال بيديله يقول له خد 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 لغايه اما يموته. يموته ازاي؟ ممكن يموته ازاي؟ عن طريق الاوفر بلاد اللي ادهوله، يدخله في كونجستيف هارت فيلير. طيب مين اللي البروجنوزز بتاعه اوحش، الدونر ولا الريسيبينت؟ لا يا شباب، الريسيبينت. دي برضو من ضمن المعلومات المهمة في السندروم ده، مين البروجنوزز بتاعه اوحش؟ الريسيبينت. وكان في كومبليكيشن تانية كنا قلناها في البول هيدرامينوس لو تفتكروا، ان كان في نوعين according to the rate of accumulation of the amniotic fluid. كان في نوع اسمه الاكيوت بولي هيدرامينوس وده كان وحش والبروجريشن بتاعه وحش، وكان في عندي الكرونيك بولي هيدرامينوس. طيب كان من ضمن اسباب او اللي كان بيعمل اكيوت بولي هيدرامينوس ان في مضختين عاملين بيدخلوا يورين في جدار واحد مره واحده، ف كان المونو زيجوتيك توينز كانوا من اهم اسباب او السبب اللي بيعمل اكيوت بولي هيدرامينوس، وقلنا ان البروجنوزس بتاعه وحش والكومبليكيشنز بتاعته اوحش والسيمتومز بتاعته حتى اوحش. طيب فاكرين يا شباب لما قلنا ان الديجري اوف فيوجن او وقت التايمينج اوف ديفيجن، سوري التايمينج اوف ديفيجن، هو اللي بيفرق في نوع التوين هل هو مونو مونو ولا داي داي ولا داي مونو او مونو داي.
بنفس المنطق، لو حصل الديفيجن متأخر خالص، لو حصل الديفيجن متأخر خالص ممكن يحصل عندي حاجة اسمها conjoined twins. conjoined twins يعني التوائم الملتصقة اللي احنا بنسمع عنهم. يبقى التوائم الملتصقة دول هم تعودوا ان هم يعيشوا مع بعض فترة طويلة، ولكن حبوا ينفصلوا، ولكن it's too late. كان في عندهم التصاقات في اماكن معينة، وزي ما احنا بنسمع ان في مثلا توأمين ملتصقين بالرأس، توأمين ملتصقين في الحوض، توأمين ملتصقين في الرجلين، حاجات كتيرة قوي بنسمع عنها في التصاق توائم. ده بيبقى الديفيجن بتاع الزيجوت الواحدة اللي هم خارجين منهم، اللي هم خارجين منها اتأخر قوي. طيب ارجع افكركم ان لو كان الديفيجن بدري قوي في الستيج اوف ذا موريلا، لو كان كل واحد استقل بذاته كان كل واحد هيكبر لوحده ومستقل عن اخوه التاني اللي قصاده. ده بالاضافة بقى بعد كده لكمبليكيشنز التانية، زي ما قلنا ان ممكن يحصل بري تيرم ليبر، ممكن يحصل كمان انتراترين فيتال ديس اللي ممكن تأفكت وان فيتس وتسيب التاني، فيبقى في حاجة اسمها سنجل فيتال ديمايس، يعني فيتس يموت والتاني يفضل عايش. دي كده الكمبليكيشنز الماتيرنال والفيتال والفيتال كمبليكيشنز. كان في حاجات مهمة للمونوزيجوتك كان اهمها السندروم اللي اسم اللي عليه اللي هو توين تو توين ترانسفيوجن. طيب نيجي بعد كده لكلمة دياجنوزز. طبعا زهقتوا مني، انا هكتب من غير ما اتكلم. اظن وضحت انا عايز اقول ايه يعني. طيب في الهيستوري عبارة عن سيمتومز موجودة عند الام هي تيجي تقولي عليها، او سيمتومز انا هسألها عليها. الاكزامينيشن يعني جنرال ولوكال اكزامينيشن، وبيضاف ليه في الاوبستاتريك الحاجات اللي هي الفاندل ليفل والفاندل جريب والامبلايكال جريب والبلفيك جريب والبينارد هيرنج، ده فيتال هير ساوندز باي بينارد ستيثوسكوب. وبعد كده عندي الانفستيجيشن اللي هي متمثله في الالترا ساوند مينلي في الاوبستاتريك. طيب السيمتومز هنا هتكون ايه؟ هتكون جنرال سيمتومز زي الهايبر ايميسس جرافيدارم، هتكون هيستوري of familial conditions like that من ناحية الأم بالذات، بيبقى فيه increased incidence. لو والدتها برضو كان عندها twins أو خالتها أو كذا، بيبقى فيه increased incidence إن هي تجيب twins. هنلاقي من ضمن الهيستوري بتاعها إن فيه pressure symptoms زيادة عن الطبيعي، هنلاقي إن الأبدومينال enlargement بتاعها مش طبيعي. نيجي بعد كده نعمل الاكزامينيشن في الانتينيتال كير فيزيتس، هنلاقي ايه يا شباب؟ هنلاقي اكسسيف ويت جين اكتر من الطبيعي هلاقيه في الانتينيتال كير فيزيتس، هلاقي لور لمب ديما، وكمان لما اجي اعمل الابدومينال اكزامينيشن هلاقي الابدومين حجمها زياده عن الطبيعي. الفاندل ليفل متوقعه هيكون ايه؟ مور ذان ذا بيريد اوف امينوريا. ممتاز. تيجي تعمل الجريب بتاعتك تلاقي حاجه غريبه قوي. احنا لما كنا بنعمل ليبولد مانوفرز كنت بتشوف البول اللي موجود عندك فوق كان ايه، هل هو كفالك الراس ولا البوتوكس، الراس ولا البريتش، فكنت بتقول ده كفالك برزنتيشن ولا بريتش. طيب تخيل ان انت لقيت، طبيعي ان انت تلاقي تو بولز، يا اما البريتش يا اما الراس، يا اما كفالك يا اما البوداليك. طيب لو لقيت بول كمان يبقى ده عبارة عن ايه؟ يبقى ده اكيد عبارة عن راس فيتس تانية او البريتش بتاع الفيتس التاني وهكذا. الاوسكالتيشن هسمع هنا سينجل هارت ساوند ولا تو هارت ساوندز؟ لا هسمع تو هارت ساوندز موجودين عندي. نيجي بعد كده للانفستيجيشن اللي هو الالترا ساوند. طب الالترا ساوند هيقول لي ايه بالظبط؟ الالترا ساوند هيديني فكرة عن النمبر بتاعهم، هيديني فكرة عن نوع التوينز اللي موجودين قصادي، هل هم داي كوريونيك داي امنيوتيك ولا مونو كوريونيك مونو امنيوتيك او مونو كوريونيك داي امنيوتيك. طيب لو هم داي كوريونيك داي امنيوتيك تتكون عندي ساين زي كده، او لو جينا رسمناها بالناحية التانية هتبقى كده، لان الاتنين منفصلين عن بعض، ده كده كوريون وبعد كده جوه الامنيون، وكل امنيون فيه جواه
الفيتس بتاعه. لو لقيت الشكل ده او العلامه دي الساين دي اللي هي اللامدا ساين دي بتقول لي ان التوينز دول داي كوريونيك داي امنيوتيك. ولكن لو لقيت ان الممبرين اللي فاصل ما بينهم صغير جدا ولكن من بره الممبرين عامل كده والممبرين اللي فاصل ما بين الاتنين صغير جدا ومفيش الترينجلر اريا دي، يبقى ده هيبقى مونوكوريونيك داي امنيوتيك توينز. ممكن برضو بالالترا ساوند اشوف الكومبليكيشنز اللي ممكن تكون حصلت زي البولي هيدرامينوس. هتشوف البولي هيدرامينوس ازاي؟ انا مش هتكلم. واحد هناك اهو بيقول لي ان هلاقي الامنيوتيك فلويد اندكس اكتر من 20، اقول له ممتاز. هشوف الفيتال والبيينج بتاعه كل فيتاس على حده، دي كلها investigations بعملها. وزي ما قلنا ان الدكتور شاطر يشوف history of CCC, examination of CCC and investigation of CCC, and the CCC عبارة عن cause والcondition والcomplication. نيجي بعد كده للmanagement. المانجمنت كconservative method لازم اعمل ايه في خلال فترة الحمل؟ في خلال فترة الحمل لازم اقول للام ان الدايت بتاعها لازم اخليه كويس جدا، اقول لها ريحي وبلاش مجهود عشان ما يحصلش ابورشن، خصوصا ان في increased incidence للابورشن في حالة التوينز. لازم اقول لها كمان ان تيجي عندي التبعي اكتر من الحمل الطبيعي، يعني بعمل follow up by fetal well-being كل شوية، وكمان follow up للأم من complications زي pressure symptoms. زي ما احنا عارفين بتضغط على urinary system فممكن يكون عندها increased incidence of urinary tract infections. طيب لما اجي اولد يا شباب during labor، اي ولادة زي ما قلنا monitoring of labor process by البارتوجرام، وان احنا نافويد الانيرشيا والبريماتور ابشر اوف ميمبرينز وبالتالي انفكشن ديورنج الفيرست ستيج، وفي السكند ستيج احاول اولد الام كويس. طب هتولدها كويس ازاي يعني؟ تعالوا نشوف كده. الليبر ديورنج ذا فيرست ستيج اتاكد من البريزنتيشنز اللي موجوده عندك، لان تباديل وتوافيق كده، يا اما يكون التوين الاولاني كيفاليك والتاني كيفاليك، يا اما يكون الاولاني كيفاليك والتاني بريتش، يا اما يكون الاولاني بريتش والتاني كيفاليك، يا اما يكونوا الاثنين بريتش وبريتش، يا اما يكونوا شولدر وشولدر، وده موضوع هيبقى غلس شويه. ولكن during الفيرست ستيج هنجارد اجينست الانيرشيا والبريماتور ابشر اوف ميمبرين والانفكشن. طيب during السكند ستيج اشوف البرزنتيشن زي ما قلنا من شويه، وبعد كده اولد. اول توين هيتولد وغالبا بيكونوا توينز كيفاليك كيفاليك، ده الكومنست فورم عشان الام سي كيو، يبقى الكومنست فورم ان الاثنين يكونوا كيفاليك اور سيفاليك زي ما شويه ناس او يعني بعض الناس بتحب تقولها. لو التوين الاولاني اتولد عادي نيجي للتوين الثاني، والله لو كان كيفاليك اديله فرصة ان هو يتولد باي spontaneous delivery، ولو كان بريتش اديله فرصة برضو ان هو يتولد باي spontaneous بريتش delivery، او اكمل معاه بريتش extraction، ولو كان transverse ممكن اعمل elective cesarean section. وفي الثيرد ستيج زي ما احنا عارفين احنا لازم نجارد against البربرا سيبسز او البوستبارتم هيمورج and the good management of them. تعالوا نيجي لاخر نقطة موجودة في الدرس اللي هي حكاية البلاسينتا، امتى تكون سيبرت وامتى تكون فيوزد او وان بلاسينتا، امتى يبقى في تو سيبريتد بلاسينتا وامتى يكون في وان بلاسينتا. طيب تعالوا كده نشوف الديفرنشيشن بتاع كل نوع. يا اما يكون باين اوفيلر، وده الطبيعي ان البلاسينتا بتاعته تكون سيبريتد، يبقى السيبرت بلاسينتا اللي هو الفيتوس او الحمل اللي هلاقي فيه تو سيبرت بلاسينتا، ده عباره عن باين اوفيلر توينز او تلت بس من المونو اوفيلر.
التلت انهي تلت في المونو اوفيلر، التلت اللي بيتحول الى دايكوريونيك داي امنيوتيك، تلت منهم بس ممكن يكون بي سيبريت بلاسينتا. طيب لو لقيت بلاسينتا واحده، لو لقيت بلاسينتا واحده ده ممكن يكون فيوزد بلاسينتا اوف دايكوريونيك داي امنيوتيك، او التلتين الفاضلين بتوع المونو اوفيولار اللي هم مونوكوريونيك داي امنيوتيك والمونوكوريونيك مونو امنيوتيك والداي كوريونيك داي امنيوتيك ولكن with سنجل بلاسينتا. نكتبها، يبقى 2 بلاسينتا تبقى موجودة في الباين اوفيولار بلس تلت من المونو اوفيولار. طب 1 بلاسينتا تبقى موجودة فين؟ في 50% من الباين اوفيولر بلس التلتين اللي فاضلين من المونو او اليوني اوفيولر. بكده يكون درس التوينز او المالتيبل بريجننسي خلص. اهم نقطة فيه زي ما قلنا حتة الكومبليكيشنز، وكمان ان انت تعرف تشوف من الرسمة على طول وتقول لي نوع التوينز دول ايه، هل هم مونو مونو، هل هم مونو داي، او هل هم داي داي، والبلاسينتا بتاعتهم هل هي سيبريت ولا فيوزد بلاسينتا. درس بسيط وسهل، يا رب يكون عجبكم ونكمل المرة الجاية ان شاء الله.